لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا لن نشوفه، لن تقوم الساعة، لن احنا ما نعرف متى الساعة، لكن أنا مؤمن أن الساعة لن تقوم الآن حتى يقاتل المسلمون، فيقتل المسلمون، راح ننتصر. صدقوني أن هذا الجيش راح يكون مليء من إخواننا الأبطال من الجزائر، والله إخواني الأفضل. سيأتيكم سحبنا زائلون يا أعداءنا للأبد، ناديتم حسمت، بلى الآن رسمت، يأتيكم ردنا صعقت بل سحقت، إنما نحن جنود نحرق العار بالنار، سيفكم يزول بفعل رياح الانتصار، سنهد عرشكم، سنهد عرشكم ونبني ملككم، فارحلوا دوما فإننا نرى لشكركم دار، ارحلوا ارحلوا عنا واسمعوا منا القرار، هاجروا الديار دوما نحن فرسان النهار، واشربوا للذل كأسا، واشربوا للذل كأسا، وخذوا عنا مقاتلينكم الصغار. إني أرى في هؤلاء مستقبل الجزائر، أرى فيهم قلوب بها لهيب ثائر، هم أبناء نسائك الحرائر يا جزائر، تسلحوا بالوطنية ذخائر، أسود لوجه كل جائر. بوقت قالوا عن الجزائر سنمحيها، أدلنا حروف الميم والحاء وعقدنا العزم على أن نحميها. يبدو ما كان بيعرف شارون الجزائريين ونظامهم وقواتهم. اندفعنا بقوة صوب الأبدية تسبقنا خبائث دبلباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محصرين من كل الجبهات، كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حق الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حقب وصوب، وقعنا في فخ الجيش الجزائري، شلت أيدينا وعقولنا ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. أنا وجدت، أنا وجدت.